بعد أن شهدت أسعار الخضروات ارتفاعاً جنونياً بعد أن كسر سعر كيلو الفلفل حاجز 20 ديراراً، تحركت دوريات الحرس البلدي في حي الأندلس بغية كسر احتكار بعض السلع. الأسعار تو تتناسب مع المواطن إن شاء الله خير من الأول. الفلفل وصل 18 جنيه و20 جنيه حاليا، تو ب 5 جنيه نقولوا باهي، والليمات القادمة إن شاء الله حتو في النزول. تم ضبط الأسعار الخضرة الأساسية، يعني تم ضبط الأسعار إن شاء الله، وحيتم تكليف دوريات شبه يوميا داخل سوق الخضرة. وأي حد داس خضرة وداس كذا راح إن شاء الله حتم ضبطه وحالته للنيابة العامة. جولة الحرس البلدي رافقهم خلالها عدد من مختلف التشكيلات الأمنية، إضافة إلى مراقب الاقتصاد وعميد البلدية، فيما أكد القائمون على الحملة مواصلة الجهود لضبط التسعيرة داخل السوق بعد إغلاق بعض المحال التجارية لعدم التزامها بالتسعيرة. وضع بعض الأمور وبعض الآليات لاستقرار السوق، وخاصة فيما يخص ارتفاع أسعار الخضروات على غرار سعر مادة الفلفل وبعض الأسعار الأخرى. الحمد لله نبي نطمن المواطن أن اليوم الحمد لله الأسعار في تناقص. نوصل توصية لوزارة الزراعة ولنقابة الفلاحين، المفترض في بعض المعلومات اللي تستند عليها حتى وزارة الاقتصاد في المستقبل في توريد بعض الخضروات اللي تكون فيها نقص في الإنتاج لغرار مادة الفلفل وبعض المواد الأخرى الأساسية في الخضار. يعني نتمنى من نقابة الفلاحين يكون عندها تواجد ويكون عندها تقارير شهرية. جهود يتمنى المواطنون رؤيتها في غالبية مدن البلاد التي تشهد ارتفاعات كبيرة في أسعار الخضروات والسلع الأساسية في ظل انخفاض قيمة الدينار وغياب الرقابة على الأسواق.